أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية اليوم عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا داخل مصر لشخص أجنبي. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام أن الوزارة نجحت في اكتشاف أول حالة شخص أجنبي مصاب بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها والتي جاءت نتيجتها إيجابية للفيروس ولكن بدون ظهور أي أعراض مرضية. وأضاف مجاهد أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحياً والإطمئنان عليه، موضحاً أن الحالة حاملة للفيروس ولا يظهر عليه أي أعراض، ولم يوضح البيان جنسية الشخص المصاب أو ما إذا كان ذكراً أم أنثى.